إن العالم كله قد كتب عليه أن تلم به مصيبة رهيبة لا عهد له بمثلها من قبل، مصيبة وفدت من آخر آسيا ونزلت بأوروبا، وأن جميع الناس سيهلكون إلا قلة قليلة مختارة. إن طفيليات من نوع جديد قد ظهرت واختارت أجسام البشر مسكنا لها، غير أن هذه المخلوقات الميكروسكوبية كائنات مزودة بعقل وإرادة، والبشر الذين تدخل أجسامهم يصبحون على الفور مجانين مسعورين، ولكنهم يعدون أنفسهم على ذكاء عظيم لم يزعمه البشر لأنفسهم في يوم من الأيام قط، فهم يعتقدون بأنهم معصومون من الزلل، مبرؤون من الخطأ في أحكامهم، في نتائجهم العلمية، في مبادئهم الأخلاقية والدينية. إن قرى ومدنا وأمما بكاملها قد سرت إليها هذه العدوى وفقدت العقل، وأصبح أفرادها يعيشون في حالة جنون، لا يفهم بعضهم عن بعض شيئا، ولا يفهم أحد منهم عن أحد شيئا، كل واحد يؤمن بأنه الإنسان الوحيد الذي يمتلك الحقيقة، فإذا نظر إلى الآخرين تألم وبكى ولطم صدره وعقف يديه لوعة وحسرة. أصبح الناس لا يستطيعون أن يتفاهموا على ما ينبغي أن يعد شراً وما ينبغي أن يعد خيراً، أصبحوا لا يستطيعون أن يدينوا ولا أن يبرئوا، أصبح البشر يقتل بعضهم بعضاً تحت سيطرة بغض لا معنى له وكره لا يفهم. هم يجتمعون ليؤلفوا جيوشاً كبيرة، فما أن يدخلوا معركة حتى يندلع الشقاق في جميع الصفوف فتنحل الجيوش، ويأخذ الجنود يهجم بعضهم على بعض فيعض بعضهم بعضاً ويذبح بعضهم بعضاً ويلتهم بعضهم بعضاً. في المدن يدق ناقوس الخطر طوال النهار ويستنفر الشعب، ولكن من الذي يستنفره؟ ولماذا يستنفره؟ ذلك أمر لا يعرف أحد عنه شيئا. الرعب يستبد بجميع الخلق، المهن العادية هجرها أصحابها، لأن كل واحد يعرض آراءه وإصلاحاته، وما من أحد يستطيع أن يتفق مع أحد. الزراعة أهملت إهمالا تاما، هنا وهناك يجتمع أناس فيشكلون جماعات ويتفاهمون على القيام بعمل مشترك، متعاهدين بأغلظ الإيمان على أن لا يفترقوا قط، ولكنهم ما يلبثون أن يشرعوا في شيء لا يمث بأي صلة إلى ما عقدوا النية على القيام به، ثم ما يلبثون أن يأخذوا في الترشق بالتهم، ثم ما يلبثون أن يقتتلوا فيذبح بعضهم بعضا وتشتعل الحرائق وتظهر المجاعة، كل شيء يصيبه الدمار وجميع الناس تقريبا يهلكون. البلاء ما ينفك يشتد قوة ويتسع مدى، ولا ينجو من البلاء إلا عدد قليل من الناس، هم الأنقياء الأطهار المصطفون الأخيار الذين كتب عليهم أن ينشئوا جنسا جديدا وأن يقيموا حياة جديدة، أن يجددوا الأرض ويطهروها، غير أن أحداً لم يرى أولئك الأفراد في مكان، ولا سمع أقوالهم، ولا سمع أصواتهم.